اكيد، وخصوصا مساله نزيف النقاط دي من الحاجات اللي بتستفز قوي جماهير النادي الاهلي، وخصوصا بعد الموسم اللي فات. يعني انا اللي فهمه اللي بيبقى فيه مثلا ما فيش توفيق في وقت من الاوقات، مفهومه في حاجات قدريه كده ما فيش فيها مساحه للكلام، لكن لما نلاقي ان في مشكله ليها علاقه مثلا بغياب الروح، يبقى لا لازم نقف ونتكلم في الموضوع ده. يعني طبعا يعني اكيد هنسمع كلام كتير جدا اليومين دول بعد التعادل الغير مرضي خارج الديار مع جونه، وبالتالي ضياع نقطتين في سباق المنافسه على استعاده درع وبطولة الدوري العام، اللقب المحبب لجماهير النادي الأهلي في كل مكان. طبعا عارفين كلنا ان في حالة اجهاد بدني كبيرة وواضحة بيمر بيها كل لعيبة الفريق، ومدركين ومقدرين كمان كويس جدا هذا الامر، وكمان عارفين ان اي مدير فني في الدنيا طالما هو مدير فني جديد فده معناه انه لازم ياخد وقته عشان يعني يحفظ كل تفاصيل الحدوتة من اول شكل ونظام المسابقة ذات نفسها لغاية كل لاعب بامكانياته، ايه المميز فيه، ايه الضعيف اللي فيه، يعني عنده في الفريق. احنا عارفين ان الجماهير حافظه الكلام ده وبنردده كتير، لكن المشكله ما بقتش هنا. مساله خساره نقطه او نقطتين ما هياش نهايه الدنيا، فاهمين، ولا عمرنا هنتحاسب مع اللعيبه بالقطعه، مدركين، ولكن المشكله في الروح الغايبه، الروح اللي فعلا بتفرق كتير جدا وبتغير مجريات الامور 180 درجه لما بتكون حاضره، وخصوصا لما تكون حاضره بقوه. عموما احنا لعبنا لغايه دلوقتي 21 مباراه من 23 مباراه لعبهم المنافسين، عندنا 45 نقطه مقابل 51 نقطه للزمالك و49 نقطه لبيراميدز بصفتهم طبعا اول وتاني المجموعه، اول وتاني الدوري حتى هذه اللحظه. لسه عندنا ماتشين مؤجلين، يعني في حاله اننا نكسبهم هنكون اول الدوري بفارق الأهداف. طيب يعني إيه اللي إحنا عايزينه بقى الفترة الجاية؟ أكيد عايزين نبقى على قدر حجم التحديات اللي موجودة واللي لسه هتواجهنا الفترة اللي جاية، ولابد من تدارك كل الأخطاء وبسرعة شديدة جدا عشان نرجع نتصدر ترتيب الدوري. إحنا لسه عندنا لقاءات مع فيوتشر وبيراميدز وكمان الزمالك، يعني الشهر ده مبدئيا كده عندنا الثلاث لقاءات دول سواء في الدوري أو في الكاس، ف يعني مش هينفع الوضع يبقى على ما هو عليه. لا مش هينفع، احنا مش موافقين. لانه ما يصحش كده.